أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الفيديو التفصيلي للوحدة الأولى من منهاجنا لهذا العام. في هذا الفيديو سنقوم بشرح وتوضيح أهم المحاور التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الوحدة الأولى من هذا الفصل. كونوا معي. تتناول هذه الوحدة النص القرآني الله نور السماوات والأرض. سنتطرق خلالها إلى الطباق وأيضاً القضايا الصرفية والنحوية، الأفعال المتعدية إلى مفعولين والميزان الصرفي، كما سنتطرق إلى الفن الكتابي المقالة. هذه هي الموضوعات التي تظهر أمامكم: الله نور السماوات والأرض، الطباق، الأفعال المتعدية إلى مفعولين، الميزان الصرفي، والفن الكتابي، المقالة. دعونا نبدأ بالتفصيل. هنا عزيزي الطالب، مشروع الوحدة ستقوم على المهارات البحثية مرة أخرى. سيوكل إليك مهمة البحث في الموسوعة الكونية والكتابة عن ظاهرة طبيعية باستخدام العرض التقديمي المعزز بالصور. هذا هو مشروع الوحدة. تتكامل الوحدة نور على نور مع مادة التربية الإسلامية، حيث تعرض الوحدة قيماً واتجاهات إيجابية تقوم على تعظيم الله من خلال تأمل مخلوقاته، كما تتكامل مع التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات. ستستخدم المهارات البحثية في حصة اللغة العربية وتعزز معرفتك في موضوعات الوحدة، وبالطبع ستقوم بتصميم عرض تقديمي تعرض خلاله المشروع الذي تحدثنا عنه. تبدأ دروس وحدتك بالاستماع، وكالعادة ستستمع إلى نص الاستماع مرة ومرتين، ومن ثم ستجيب على الأسئلة التي تظهر أمامك على الشاشة. جميل ذلك عزيزي الطالب. القراءة: الله نور السماوات والأرض. هذه آيات من سورة النور، من السورة المدنية. تحدثت هذه الآيات عن أن الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، بضرب مثل بصورة حسية لتقريب المعنى لهذا النور الرباني العظيم. وضربت هذه الآيات كثيرا من الأمثال لتقريب المعنى أيضا للناس باستخدام مظاهر الطبيعة من سراب وبحار وأمواج، كما أن بيّنت هذه الآيات أن الله تعالى يجازي الإحسان بالإحسان ويزيد الناس من فضله بلا حساب. تحدثت عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون كالسحاب والمطر والبرد والبرق والطير وتعاقب الليل والنهار لتكون عبرة للناس. المعجم والدلالة، وهي الأسئلة التي تختص بالمعاجم العربية، بالمفرد للجموع، بفرق بالمعنى. تتناول هذه الأسئلة عادة الألفاظ أو الكلمة الواحدة، فكما تلاحظون أنها في السؤال الأول أو في البند الأول دعونا نقول أنها تعرض معاني المفردات الجديدة. هنا سنعود إلى أحد المعاجم العربية ونبحث عن المعاني المفردات: الغدو، لجي، ركام. أيضا مفرد الجمعين، نفرق في المعنى بين الكلمات التي تتشابه في اللفظ وتتفرق في المعنى. أيضا بعد ذلك سنذهب إلى الفهم والتحليل من خلال فهمنا للنص القرآني. سنجيب على الأسئلة: ضرب الله تعالى مثلا للناس، ما هو هذا المثل ولماذا ضربه الله سبحانه وتعالى؟ بما وصف الله تعالى شجرة الزيتون؟ صفات الرجال الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، ما دلالة كل من؟ ذكر وقدي الغدو والأصال، السراب، اليوم الذي تتقلب فيه القلوب. أيضاً سننتقل بعدها إلى الأفعال المتعدية إلى مفعولين. سنتعرف خلالها إلى الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، مثل
أعطى، منح، منع، سأل، كسى، نحو أعطيتك كتاباً وكسى الغني الفقير ثوباً. وأيضاً الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، مثل أفعال القلوب التي تنقسم إلى أفعال اليقين والرجحان، رأى وعلم ووجد ودرى، نحو رأيت العلم مفيداً، وظن، حسب، زعم، عد، وهب، ظننت المسألة سهلاً. أفعال التحويل مثل جعل وصير ورد، نحو جعل الربيع جنة. بعد ذلك وكالعادة ستنتقل عزيز الطالب إلى تدريب يتحدث فيه عن الإعراب ونقيس فيه هذه المهارة. وكما يظهر أمامك الميزان الصرفي، نحن نعلم أن اللغة العربية كلماتها أغلبها ثلاثي، تقابل بالوزن بالفاء والعين واللام، فيقال في وزن الفعل لبس فعل، قمر فعل، وأيضا الكثير من الكلمات. ولكن قد يتعرض هذا الميزان إلى الزيادة أو النقصان، تقابل بالأصول ويعبر عن ذلك الزائد بلفظه، فيقال قادم فاعل وتقدم تفعل. وقد يحدث هناك أيضا حذف في الميزان الصرفي، سنتعرف إلى هذه القضايا عزيزي الطالب في هذا الدرس. بعد ذلك الكتابة والمقالة، وهو ليس بموضوع جديد عليك. سنكتب، نتعرف أولا إلى المقالة، قطعة نثرية محدودة يعرض فيها كاتبها فكرة من الأفكار أو موضوعا من الموضوعات. سنتعرف إلى أنواع المقالة، وهي المقالة الذاتية، المقالة الموضوعية، سنتحدث عن كل مقامة على حدة، ومن ثم سننتقل إلى التطبيق. سيطلب منك عزيز الطالب كتابة مقالة في موضوع ضرورة انخراط الجميع ومشاركتهم في المجتمع الإنساني المعاصر، أو الأهمية الاقتصادية والغذائية والبيئية لشجرة الزيتون. هذا هو عرض سريع وموجز لما سنتناوله خلال الوحدة الأولى. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.